احلى سهريه واحلى زياره رائع. شيء كبير شيء كبير يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه. ان غرون مومون دو سين عديناها الحقيقه في مع جمهور صفاقس اللي بدينا نستنسوا بيه ويستنس بينا. نحسوا فما الرفلكس تاع الجمهور كي اللي تلقاه يلساتون شنو اللي باش يجي من بعد. الحقيقه فرحانين برشا معناتها بالشيء اللي صار اليوم. لا بيرفورمانس سينيك كي تي رونديفو الحمد لله. معناتها الواحد اللي نجم يقول اليوم اللي اون بريستاسيون تكنيكو ارتستيك محترمه جدا قدام جمهور اللي نعرفوه. معناها جمهور كي نو غات با معناتها لي بريستاسيون جو على الاخر يعطيهم الصحه ولا برافو. وصار لي برشا نستنى فيهم بصراحه. ابدع واقنع. انا جيت بالذمه للزياره سهره حلوه 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 على الاخر على الاخر على الاخر. تسع مره ندخل هذه الزياره. المره هذه حاجه اكسبسيونيل في تونس. مش كيفو هذه الزياره. اللهم صل على النبي. ممتاز جدا الزياره دي. مباهي ممتازه جدا زاد وتنجح. حتى العرض الجاي ما يجي كي هكا واكثر ان شاء الله. ابسط حاجه نجم تقدمها للجمهور اللي هو معناتها يتكبد عناء الديبلاسمون والقص وما ادري شنو انك تقدم له حاجه في المستوى وحاجه محترمه. راهو في الاخر هو اللي جاي باش يحضر. شنو طلب منك؟ طلب منك باش تعطيه حاجه محترمه تحترمه في الشيء اللي قاعد تقدم فيه. جو بونس هذا سبب معناتها اللول اللي يخلي الناس تعاود تجي للزياره. السبب الثاني شوف التونسي راهو الي على كونكيت دو سون ايدنتيتي. معناتها شوف سو ريبرتوار كون اي اون تران دو بريزونتي راهو سي ان ريبرتوار ماناش جايبينو درامين. راهو في العمق يضرب في العمق التونسي. والريبرتوار هذا اللي ممكن السبيسيفيسيتي نتاعو انه هو ليتوندو جيوغرافيك نتاعو كبير برشا. معناتها يبدا من صفاقس يتعدى خلينا نقولوا على البر نتاع المثاليث الكل ويمس الساحل ويطلع للكابون. معناتها ليتوندو جيوغرافيك بالضبط. دونك وراهو التونسي عنده سنين تو نحسوها الي على ريشيرش دو سون ايدنتيتي. الحقيقه العرض هو نورمالمون ساعتين. معناتها الكوندكتور نتاعنا بالضبط ساعتين غير دريش. اليوم ساعتين ودرجين. معناتها اليوم ربع ساعة زايدة لخاطر ما نجموش نجيو لصفاقس من غير ما نعملوا نوبة السودان ولا نعملوا صيد عقرب. ما نجموش. دونك اليوم ربع ساعة زايدة نغزر الأولاد في السن قلت لهم صافا مازلتوا مازال فيكم جهد.
قالوا لي طحنا ما مشي كمل ما تقصش. دونك الحقيقه كما قلت اليوم شيخه كبيره برشا. لا مشكله عاده بدلوه في مغنيت بدلوهم ولا كيفاش بالنسبه لي انا مشكله عاده. مش لي تيكست هما اللي تبدلوا، ماهوش لا ميزون سين هي اللي تبدلت، سي لو كوندكتور اي لو ريتم دو سبيكتاكل اللي تبدل. تعرفوا عامين في الكورونا الواحد ما عنده ما يعمل فاضي شغل، قاعد يعمل في ليتود نتاع لو ريتم لو تامبو دو سبيكتاكل. دونك تفرجت على عشرات العروض عاودتهم، جي ديتكتي بلايص اللي نجموا بالحق يتحسنوا ينجموا يتصلحوا، خدمت على البلايص هذوك فهمتني. وهذاك اللي خلى اليوم اللي يحضر معناتها يشوف السبكتاكل اون ديغي يتفرج على نسخه جديده، ولا هو في الحقيقه تو سامبلومون السبكتاكل تمشكه. دونك عطى الحقيقه عطى بيرفورمانس اي عطى اون بلور اخر اون اي ساتيسفي. ان شاء الله المره الجايه معناتها لو 11 ساسخا لو 11 اوت يكون حضور جماهيري كيف ما هكا وتكون بريستاسيون كيف ما هكا.